اسبوع تقدر تقول عنه انه اسبوع جيد جدا، انا يعني مش هقول ممتاز، لا ممتاز لسه شويه، لكن اسبوع جيد جدا بالنسبه لمعظم محترفينا ونتائجهم مع انديتهم ومشاركتهم وتاثيرهم في تحقيق النتائج دي ك يعني اوفرول كاجمالي يعني مشاركات في الاسبوع اللي فات. تعالوا نروح لانجلترا بدايه ونبتدي مع نجمنا المصري محمد صلاح. كان ليفربول عنده لقاء مهم جدا مع تشيلسي وشارك في المباراه محمد صلاح، طبعا بدايه مع مو صلاح في ليفربول اللي في كلام ان الموسم ده ممكن يكون اخر مواسم محمد صلاح مع ليفربول، لكن هتكلم في الموضوع ده في الفقره اللي جايه. صلاح شارك في مباراه فريقه الاخيره امام تشيلسي واللي انتهت بتعادل سلبي، شارك لمده 90 دقيقه، كان ليه محاوله وحيده على المرمى، لمس الكره 49 مره، خسرها 12، تمريراته 32 بمعدل دقه 81%، أربع مراوغات نجح في اثنين منهم، تقييمه في المباراة 6.9 درجة. وليفربول طبعا بيترنح يعني بعد ما استعاد جزء من توازنه، لكن رجع مرة تانية نزيف النقاط، حاليا في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، وطبعا يعني في موقف متأزم يهدد جزء من نجوم الفريق وبما فيهم كمان يورجن كلوب طبعا المدير الفني اللي البعض قال انه ده آخر موسم ليه مع فريق ليفربول. نسيب محمد صلاح ونروح لسام مرسي. سام مرسي طبعا بيلعب مع إبسويتش تاون وشارك في خسارة فريقه أمام أكسفورد يونايتد بنتيجة 2-1، لعب المباراة كاملة 90 دقيقة، لمس الكرة 52، خسرها 17، تمريراته 42 تمريرة بنسبة دقة 62%، كي باسز أو تمريرات مفتاحية 2، التحامات أرضية 10 نجح في 4، التحامات هوائية 2 نجح فيهم بنسبة 100%، وارتكاب الأخطاء 3 أخطاء، وتقييمه 6.9، وإبسويتش تاون حاليا في المركز الثالث في جدول الدوري اللي هو الليج 1 طبعا، مش الشامبيونشيب ولا حتى البريمير ليج. فرنسا فريق نونت، النجم المصري المحترف في صفوف نونت الفرنسي مصطفى محمد اللي شارك مع فريقه في يعني مشاركة طبعا مصطفى كان ممكن تكون أفضل، لكن على الأقل فريقه قدر يحقق الفوز على تاون الفرنسي بركلات الترجيح في مسابقة الكاس. مدة مشاركة مصطفى كانت 90 دقيقة، كان ليه 3 محاولات على المرمى، كان ليه إهدار فرصة وحيدة مؤكدة وهي ركلة جزاء أهدرها مصطفى، لمس الكرة 50 مرة، خسرها 14 مرة، تمريراته 22 تمريرة بنسبة نجاح 86%، 5 محاولات للمراوغة نجح في 2، أنقذ فرصتين، وتقييمه في المباراة 6.5 درجة. من فرنسا نروح لألمانيا، عمر مرموش فوز عريض جدا بيحققه فولفسبورج، الحقيقة اللي تقدر تقول عليه واحد من الفرق اللي بتتقدم بثبات في الدوري الألماني. فولفسبورج في مواجهة كولن أو كولن الألماني، هي كولن الألماني، المشاركة لمدة 45 دقيقة، كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، 4 محاولات للمراوغة ما نجحش في ولا واحدة فيهم، لمس الكرة 38 مرة، تمريراته 22 بنسبة نجاح 77%، التحامات هوائية 5 نجح في 4، والتحامات أرضية 8 نجح في 1، وخسر الكرة 15 مرة. وفولفسبورج حاليا في المركز ال 17 في الدوري برصيد نقطة واحدة. أعتقد كان مركزه اتحسن، بس يعني خلينا نرجع للجزئية دي مرة تانية هتأكد منها. نروح لتركيا، وطبعا عندنا اثنين من المحترفين تريزيجيه وكوكا، والبدايه هتكون مع تريزيجيه لاعب ترابزون سبور. تريزيجيه شارك في فوز فريقه في مباراته الاخيره على فريق اسطنبول بنتيجه 4-0، مده مشاركته كانت 30 دقيقه فقط، شارك واحرز هدف من الاهداف الاربعه اللي احرزه او اللي احرزته فرقه ترابزون سبور، لمس الكره 29 مره، خسرها 3 مرات، كان ليه 3 محاولات على المرمى، تمريراته 17 كلهم ناجحين بنسبه دقه 100%، تقييمه 7.8 درجه، وترابزون سبور بيحتل حاليا المركز الخامس في الدوري التركي برصيد 35 نقطه. نسيب تريزيجيه ونروح لكوكا. أحمد حسن كوكا لاعبنا المصري المحترف في ألانيا سبور شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي انتهت بالتعادل 2-2 أمام فتح قرى جمرك،
وكانت مده مشاركته 76 دقيقه، 3 محاولات على المرمى، لمس الكره 14 مره، خسرها مرتين، تمرياته 6 بنسبه دقه 100%، انقاذ الفرص فرصه واحده، والتقييم 6.8 درجه، وألانياسبور حاليا بيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطه. محطتنا الاخيره في الجي بي اس مع محترفينا المصريين في المملكه في السعوديه. نجومنا طبعا طارق حامد واحمد حجازي المحترفان في اتحاد جده اللي بيحتل المركز الثالث في الدوري السعودي. طارق حامد شارك في فوز فريقه في مباراته الاخيره على الفيحاء بنتيجه 3-0. وشارك لمده 90 دقيقه، لمس الكره 111 مره. ارقام طارق اتطورت جدا على فكره في اتحاد جده، ولمس الكره 111 مره، خسرها 4 مرات بس. ليه 99 تمريره بنسبه نجاح 98%، تمريرات طوليه 4 بنسبه نجاح 3 يعني 75%، تحامات ارضيه 8 نجح في 4 فيه او نجح في 4 فيهم، ارتكاب الاخطاء 2، ودي طبعا واحده من اهم يعني معالم تطور اداء طارق حامد. تقييمه 7.2 درجه، واتحاد جده حاليا بيحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطه ورا الهلال والنصر. وايضا طبعا في جده ومع الاتحاد احمد حجازي اللي شارك في تعادل الفريق امام الشباب. لا اعتقد دي كانت المباراه اللي قبلها. طيب خلينا نرجع لك الحقيقه، طبعا نفس الارقام او نفس المباراه اللي شارك فيها طارق هي نفسها مباراه الفيحاء اللي فاز فيها اتحاد جده على فريق الفيحاء بنتيجه 3-0. وحجازي الحقيقه وطارق حامد من الاعمده الاساسيه في الفتره الاخيره، متالقين بشكل كبير جدا مع اتحاد جده، مع كل التمنياتنا طبعا بالتوفيق لكل محترفينا. النني ما شاركش، والحقيقه يمكن النني وان كان طبعا صلاح سبق لي التتويج ببطوله البريمير ليج، لكن النني على اعتاب انه يكون ثاني نجم مصري باذن الله، لان الموسم ده واحد من انجح مواسم الارسنال مع ارتيتا. هنتكلم عن الدوري الانجليزي، هنتكلم عن كاس العالم، كل ده في السادسه بس بعد الفاصل.